تتميز حلي الطوارق بكبار حجمها وامتلائها بالفضة البيضاء، كما تتميز بدقة نقوشها، حيث يستغرق النحت على سوار فضي أحياناً 3 أيام، ما يؤكد الأهمية التي يوليها الحرفيون الطوارق لصناعة الحلي التقليدية حرصاً على سمعتها وشعبيتها حتى بين السياح الأجانب. كما إن صناعة الحلي التقليدية تعد أحد مظاهر التشبت بالعادات والتقاليد بالمنطقة، ولذا يتعلمها الأطفال عن آبائهم في مرحلة مبكرة من أعمارهم، ولهذا السبب تزدهر المهنة باستمرار في الجنوب الجزائري. أما ما يميز حلي الجنوب الجزائري هو الجمع بين معدني الفضة والنحاس، فضلاً عن الاعتماد في الألوان الحلي على اللونين الأبيض من معدن الفضة واللون الأسود من أحجار العقيقة، مما يجعلها تستقطب اهتمام الباحثين عن التميز.